أهلا بكم. أمس أطلق أهل الدين رسائل في عيد الأضحى المبارك تنوعت فيها المواضيع السياسية والمعيشية والمالية وحتى الميثاقية والحياد، وإنما توحدت فيها المواقف في انتقاد حاد لمسارات إدارة البلاد وسلطاتها وعقم معالجة الأزمة. واليوم في المقابل أطلق أهل الدنيا وتحديدا رئيس الجمهورية العماد عون رسائل في عيد الجيش اللبناني، وكأنها الهجوم الدفاعي المضاد الواضح والمركز، واضعا فيها النقاط على حروف الواقع ومنتقدا في شدة الذين يراهم واقفين جانبا يطلقون النار على كل محاولات الإنقاذ ويسعون إلى تسجيل انتصارات صوتية، وضمنهم الذين تهربوا من المسؤولية في خضم الأزمة من دون أن يسميهم في هذه الحرب كما سماها، مؤكدا التصميم على جبهها والانتصار فيها. حدد الرئيس عون 5 أعداء للبنان: الفساد المستشري والشرس، لكن الخطوات نحو استئصاله سارية وإن ببطء. العدو الثاني هو كل من يتلاعب بلقمة العيش. الثالث كل من ساهم ويساهم بضرب العملة الوطنية لتكديس الأموال. العدو الرابع مطلقو الشائعات لنشر اليأس وروح الاستسلام، وأيضا من يجول في العالم محرضا ضد وطنه وأهله. وأما العدو الخامس فهو الفيروس كورونا الذي يهاجم البشرية جمعاء، وقد نال لبنان قسطه من الفيروس الذي فاقم أزمتنا الاقتصادية. وهنا أطلق الرئيس العماد عون موقفا حاسما بأن الخطوات الإصلاحية وملاحقة الفاسدين لن تتوقف عند مؤسسة واحدة، بل ستنطلق منها إلى كل المؤسسات. رئيس الجمهورية إذا توجه بالتقدير العالي للمؤسسة العسكرية الذي تعلم منها أن الاستسلام ممنوع، قال: الأكيد أن الاستسلام لا مكان له في مسيرتي. التزام القرار 1701 أخذ حيزا من الكلمة التي تضمنت الخروق الإسرائيلية المستمرة للقرار والسيادة. الرئيس عون أكد عدم التهاون في مسار الدفاع عن أرضنا وحقوقنا. في أي حال، إذا كان الأسبوع الأول من آب بدأ بعيدي الأضحى والجيش والمواقف السياسية في المناسبتين، فإنه سينتهي على مسألة الحكم الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما يلي. البداية من الحريق الذي اندلع في حشب إنية أو بإنية جل الديب قرب مستشفى دير الصليب. أسهم نارية كانت سبباً باندلاع حريق بدأ في أعشاب يابسة وأشجار في منطقة بقناية جل الديب، وانتشر ليطال الأحراج في المنطقة وصولاً إلى مستشفى دير الصليب. عناصر الدفاع المدني قامت بإخلاء المبنى، فيما اتصل وزير الصحة حمد حسن بوزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزيف عون لمتابعة الجهود القائمة لإطفاء الحريق الذي هدد مستشفى دير الصليب بعدما اتسعت رقعة تمدده في منطقة بياقوت. وأوعز الوزير حسن إلى فرق العناية الطبية في وزارة الصحة العامة بالحضور الفوري إلى المستشفى لتأمين الاهتمام اللازم والمتابعة الطارئة التي قد يحتاج إليها مرضى المستشفى. عناصر الصليب الأحمر عملت على إسعاف 6 أشخاص بعد أن تعرضوا لضيق تنفس وكانوا يقومون بعملية الأطفاء في الأحراج، فيما عملت أيضا طوافة للجيش اللبناني على المساعدة لإطفاء الحريق. مدير عام الدفاع المدني العميد خطار أوضح أن الحريق قرب دير الصليب بدأ بسبب أسهم نارية، وأن النيران لم تصل إلى مباني المستشفى وتم إخمادها، فيما تستمر عملية التبريد لمنع اندلاعها من جديد. بأي حق تمنع المستشفيات حق الاستشفاء؟ فقد توفيت المواطنة سارة رمضان إثر إصابتها بجلطة دماغية، ورفض 2 من مستشفيات بعلبك استقبالها لدى علمهما بأن لديها بطاقة إعاقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا جهة ضامنة لها. وتوفيت رمضان التي أجرت صورة سكانر لرأسها في مستشفى دار الحكمة بعد وقت قليل من دخولها إلى مستشفى تطري لتلقي العلاج. وقد كلف وزير الصحة دكتور حمد حسن طبابة قضاء بعلبك إجراء تحقيق فوري وسريع ليبنى على الشيء مقتضاه، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المستشفى الذي رفض استقبال المريضة. وقال حسن: لن أسمح بأن يموت مريض أمام باب مستشفى أو أن يرفض مستشفى استقبال مريض. وزير الصحة
أوقف العقم مع مستشفى في البقاع الذي امتنع عن إدخال المريضة تحت حجة إمكان إصابتها بكورونا، وطلب منها الانتقال لمستشفى آخر ليتبين أن المريضة مصابة بجلطة دماغية أدت إلى وفاتها. بعدما تم إلغاء احتفال اليوبيل المسيح بعيد الجيش لتحاشي أي إصابات بكوفيد 19، وجه رئيس الجمهورية العماد عون رسالة خاطب فيها اللبنانيين والضباط المتخرجين، شدد فيها بقوة على الثوابت الوطنية والدولوتية وعلى مكافحة الفساد إلى الآخر. أيها اللبنانيون، أنا ابن هذه المدرسة، تعلمت منها أن الاستسلام ممنوع، تعلمت منها أن نحفر الصخرة لنفتح طريقا، تعلمت أن نسير بين الألغام لننقذ جريحا. الجريح اليوم هو الوطن، وعهدي لكم أن أبقى سائرا بين الألغام وأن أستمر في حفر الصخر لفتح طريق إنقاذه. والأكيد أن الاستسلام لا مكان له في مسيرتي. عدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في كلمته لمناسبة تخريج ضباط دورة اليوبيل الماسي في الجيش اللبناني أعداء لبنان: العدو الأول هو الفساد المستشري في المؤسسات وفي الكثير من النفوس، وهو يقاوم بشراسة، ولكن الخطوات نحو استئصاله تسير وإن يكن ببطء ولكن بثبات. العدو الثاني هو كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين ليراكم الأرباح. العدو الثالث هو من ساهم ويساهم بضرب عملتنا الوطنية ليكدس الأموال. العدو الرابع هو كل من يطلق الشائعات لنشر اليأس وروح الاستسلام، وأيضا من يجول دول العالم محرضا ضد وطنه وأهله وناسه ومحاولا حجب أي مساعدة عنهم. إن الانتصار في هذه الحرب هو على همتنا جميعا، دولة ومواطنين، لكل دوره، فإن أحسننا القيام به يصبح الخلاص ممكنا. أما الوقوف جانبا وإطلاق النار على كل محاولات الإنقاذ وتسجيل الانتصارات الصوتية خصوصا ممن تهربوا من المسؤولية في خضم الأزمة، فلا يسمن ولا يغني من جوع. إن الخطوات الإصلاحية التي بدأ تنفيذها لمعرفة واقع المال العام وفرملة الفساد ووضع اليد على الملفات المشبوهة تمهيدا للمعالجة المناسبة وملاحقة الفاسدين لن تتوقف عند مؤسسة واحدة، بل ستنطلق منها إلى كل المؤسسات، وهي ستساهم باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وبأنفسهم، تمهيدا لاستعادة الثقة بلبنان. ومع إقرار الخطة المبدئية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرة على استيعابهم، تكون الدولة قد وضعت تصورا موحدا لحل هذه الأزمة، ونأمل أن تتجاوب معنا الدول المعنية لتأمين العودة الآمنة والكريمة. وأكد الرئيس عون أن إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701 وتتوالى اعتداءاتها على لبنان، ومع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضا بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك. ويجبكم أن تظلوا العين الساهرة على السيادة اللبنانية في وجه الأطماع الإسرائيلية، وعين أخرى على كافة الحدود والداخل منعا من تسلل الإرهاب علينا مجددا. فمن طرد الإرهابيين من سهولنا وجبالنا لا يجب أن يسمح لهم بالعودة إليها متنكرين بلباس آخر ومسمى آخر. السيرك العسكري قدم التهاني إلى رئيس الجمهورية في قصر بعبد قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكد للرئيس أن الأمل يبقى معلقا على فخامتكم لأن الحكمة هي ميزتكم.
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تهنئة المؤسسة العسكرية بعيد الجيش. رئيس الجمهورية هنأ الوفد بالمناسبة شاكرا لقائد الجيش والوفد المرافق التهنئة بعيد الجيش، منوها بالدور الذي يقوم به العسكريون ضباطا ورتباء وأفرادا في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، لا سيما خلال الظروف الراهنة التي تمر بها. وأكد الرئيس عون أنه سيواصل العمل من أجل إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان من خلال إيجاد الحلول المناسبة للأزمات المطروحة. وعرب الرئيس عون عن أسفه لعدم تمكنه من تسليم الضباط المتخرجين السيوف كما جرت العادة، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا والحجر الصحي، متمنيا على قائد الجيش نقل تهنيه إلى الضباط المتخرجين فردا فردا. قائد الجيش العماد جوزيف عون أكد أن الأمل سيبقى معلقا على فخامتكم، ومنكم نستلهم كيفية إدارة الأزمات. منذ تأسيس الجيش عام 1945 وحتى يومنا هذا لا تزال ثوابته متجزرة فيه، لم تنل منه حروب ولا سياسات، وكان لكم شرف قيادته في واحدة من أدق مراحله، وما أشبه الأمس باليوم حيث ينحو الاحتقان الذي يعيشه الوطن حاليا إلى مزيد من التأزم، لكن الأمل يبقى معلقا على فخامتكم، لأن الحكمة هي ميزتكم، ومنكم نستلهم هذه الحكمة في كيفية إدارة الأزمات ومواجهتها بما يحفظ كرامة المواطن واستقرار الوطن. وأكد قائد الجيش أنه منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية في تشرين الماضي وما تبعها من أزمة اقتصادية وانتشار كورونا، لم يأل الجيش جهدا في المحافظة على الأمن والاستقرار وتحمل المهمات الشاقة بكل شرف وفخر. وبمناسبة عيد الجيش، غرد رئيس الحكومة حسان دياب على تويتر وقال: كلما حل عيد الجيش اللبناني ندرك أهمية هذه المؤسسة التي يكرس عيدها الوحدة الوطنية بكل تجلياتها، ونكتشف أن رهان اللبنانيين على جيشهم لم يضعف ولم يتبدل، وأنما ازداد صلابة ورسوخا. وأضاف: بالجيش ثقة ثابتة، فهو صمام أمان الدولة والمجتمع والمواطن، وهو أيضا سور الحماية للسلم الأهلي والاستقرار الأمني. للجيش تحية من كل لبناني مخلص. عاش الجيش، عشاء لبنان. فقيل يمر عيد الأضحى في طرابلس التي تغير وجهها مع اشتداد الأزمة الاقتصادية. صرخات موجعة في هذا التقرير. لا شيء يوحي بأجواء عيد الأضحى في شوارع طرابلس، هذه المدينة التي لا تهدأ بالعادة في مثل هذه الأيام، لا زينة ولا أضواء. هنا وعند أحد مداخلها يافطة كبيرة، فلسنا، عبارة تكفي لترسم معالم الحياة في المدينة التي تعاني بالأصل فقرا وبطالة، وقد زاد انهيار الاقتصاد من المعاناة أكثر. إيمان العلي اضطر زوجها الضرير إلى بيع عربة الخضار الخاصة به، الأمر الذي صعب على العائلة تدبير أمور المعيشة، وكان عليها الانتقال مع أطفالها الثمانية إلى مخزن صغير في بناية سكنية، وكلها أمل في الوقت الحاضر ألا يتضوروا جوعا. ما قدرنا نجيب شيء السنة أبدا، حتى حشائمتك لهالطفل ما فينا نجيب، ما فينا. عندي بنتين صغار، وهيدا هي بنتي وهي وين أغير بدون التياب، ما فينا نجيب لهم. أم طارق وهي أم لخمسة أطفال شكواها لم تتغير عن مواطنتها إيمان، وتسأل بحسرة: أي عيد هذا؟ ما بدنا ناكل لحمة، ما بدنا ناكل شيء، لأبسط الأمور ما عاد في واحد عم بيجيبه. عندي سبع أشخاص بالبيت، إذا جيبي علبة، لأنا مبارحة جيبي على التلف أنحان 10,000، كيس معكروني 5,000، ربطتين 5,000، يعني إذا جيبي بس هدول حان 20,000، لا أنا طبخة مثل العالم ولا حدا شبه. العيد شو رح تاكل؟ بلا ما نحكي. غازي أرناؤوط رب أسرة لا يستبشر خيرا، ويعتقد أنه مقبل على الإقفال جراء التدهور الحاصل. هلا زفت زفت، ما في العالم تعبيني، ضابة تأمن أكلها شربها دواها، يعني ما فيها تشتري تلبس، ما بتقدر ما بتقدر أبدا. يعني أنت اليوم كيف رح تكفي؟ ما فيني، ما هنكفي بعد العيد، ما هنكفي، رسمينا كلناه بعناه، ما بقى خلص. طرابلس واحدة من أعرق المدن اللبنانية وأفقرها، مشهدية العوز فيها ليست جديدة، لكنها تعاظمت مع الانهيار، إذ أصبحت الأساسيات لدى أهلها حلما، وعندما يصبح الطعام حلم الناس
يصبح الصمت سيد الوصف لعجز الكلام عنه. ردا على كلام رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن الدولة ليس لديها مال وأن رواتب الموظفين تدفع من أموال المودعين، أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المال أن كلامه عار عن الصحة تماما، ولا يليق أن يصدر عن رئيس جمعية أو رئيس جمعية مؤتمن على مدخرات اللبنانيين وجن عمرهم، لافتا إلى أن رواتب الموظفين في القطاع العام مؤمنة حصرا من حساب خزينة الدولة اللبنانية في مصرف لبنان، والتي يتم تحويلها إلى حسابات الموظفين والمتقاعدين عبر المصارف اللبنانية، ولا علاقة لها بودائع اللبنانيين لا من قريب ولا من بعيد. صفير قال إنه أجاب على رغبة المصارف والشعب اللبناني بأن تكون رواتب الموظفين مؤمنة، وأن تكون خزينة الدولة اللبنانية سليمة، ولا تكون الحكومة بحاجة للاستدانة، وإنما تنفق وفقا لإرادات الدولة. قطع معتصمون ساحة العلم في سور وافترشوا الأرض احتجاجا على نفاذ مادة البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء، ورددوا هتافات وشعارات ضد سياسة الدولة. وتدخل الجيش اللبناني وقام بفتح الطريق بالقوة، حيث وقع اشكال محدود مع المحتجين ادى الى إصابة شخص. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة و175 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 4730 إصابة. على الرغم عدم تسجيل أي إصابة في الكورونا في صور، بحسب بيان وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور، سجلت حالة وفاة واحدة لمسن مصاب بالفيروس ويعاني من أمراض مزمنة. وبعد التقرير الذي نشره تلفزيون لبنان ظهرا عن الازدحام التي يجري عند كورنيش صور الجنوبي من دون الخضوع إلى أبسط مقومات السلامة العامة للحماية من الكورونا، تدخلت بعد الظهر عناصر القوى الأمنية وتركت في منع الموظفين من الوصول إلى البحر وعدم تسبب بالازدحام الذي شهدته ليلة العيد من ازدحام للسيارات والمرة في شوارعها، الأمر الذي حدا بالبلدية إلى إعلان حالة طوارئ عبر مكبرات الصوت التي جابت الشوارع تدعو للالتزام بالإجراءات الضرورية للحماية. أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عن حظر طيران تجاري إلى عدة دول من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران. وقالت الإدارة العامة أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع وتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول العالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري إلى دول عدة من ضمنها لبنان. يتحضر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو للقيام بحملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا في البلاد في تشرين الأول بعد استكمال التجارب السريرية لأحد اللقاحات، وكشف أن الأطباء والمعلمين سيكونون أول من يجري تطعيمهم باللقاح. إحصاء جديد لرويترز يظهر خريطة انتشار فيروس كورونا وحجم تفشيه الجنوني على مستوى العالم. وفي تفاصيله، تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، وملامسة أعداد المصابين حاجز 18 مليون شخص، كما تخطت أعداد الوفيات حدود 676 وفاة. الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت القائمة بتسجيلها أكثر من 152 ألف حالة وفاة وأكثر من 4,510 ألاف حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 93 ألف حالة وفاة ومليونين وستمائة وثلاثة وستين ألف حالة إصابة. وحلت الهند في المركز الثالث
أما المركز الرابع فقد احتلته روسيا التي ارتفعت فيها أعداد الوفيات الناجمة عن الوباء لتتخطى حاجز 140 ألف حالة. وفي موازاة تمدد الجائحة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شركتي أدوية كبيرتين ستزودان الحكومة الأمريكية بمئة مليون جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا، وذلك مع توقع أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد حالات الوفاة خلال الأسابيع المقبلة. وتدعو الاتفاقية الحكومة الأمريكية إلى دفع ما يصل إلى مليارين ومئة مليون دولار لشركتي سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية وجلاكسو سميث كلاين البريطانية للمنتجات الدوائية لتزويدها بما يكفي من اللقاح لتطعيم 50 مليون شخص، مع خيار شراء 50 مليون جرعة أخرى. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج إدارة ترامب الذي يهدف إلى التعجيل بطرح لقاح لمرض كوفيد-19 في السوق بحلول نهاية 2020. وبعيد الظهر أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب السريرية في مركز جمالي للقاح ضد مرض كوفيد-19. أعلن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد المكتوم عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي. وقال بن راشد: نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز، وأضاف أن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية توفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء. وقال: الإمارات شطرت الذرة وتريد استكشاف المجرة، رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية ومنافسة بقية الأمم العظيمة، لا شيء مستحيلا. أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال جمشيد شرمهد زعيم مجموعة تندر المعارضة فيما وصفتها بعملية استدراج واعتقال معقدة. وقالت الوزارة إنها اعتقلت قائد مجموعة تندر الذي كان يخطط لتفجيرات في سد بشيراز والمعرض الدولي للكتاب بطهران وقبر الخميني وفق تعبيرها. وتحمل إيران المجموعة مسؤولية تفجير وقع قبل 12 عاما في حسينية بمدينة شيراز أدى إلى مقتل 14 شخصا والعديد من الجرحى. كما اتهم بيان وزارة الاستخبارات الإيرانية مجموعة تندر بأنها تدير عمليات تخريبية في إيران من مقرها في أمريكا حسب زعمها. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي تحديد 6 حزيران موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد. وقال القازمي إن حكومته شكلت منذ اليوم الأول لتوليها مهامها لجنة لتذليل العقبات أمام المفوضية العليا للانتخابات. وفي شأن آخر لفت القازمي إلى أن بلاده تشهد عبثا من جماعات مسلحة خارجة عن القانون وتتهم الحكومة بشكل متواصل بعض الفصائل المسلحة في البلاد دون تسميتها بخرق القانون عبر قصف المواقع الرسمية والقواعد العسكرية بالصواريخ والاعتداء على قوات الأمن. وشدد القازمي على رفضه تحويل بلاده إلى ساحة مواجهة إقليمية ودولية. من جانبها أبدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ينامي استعدادها لدعم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق. استقبل حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق وبدأوا في رمي الجمرات الثلاث بعد أن تحللوا من إحرامهم، فيما أدى عدد منهم أطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة وسط نجاح لخطط التي وضعتها القطاعات المعنية بالحج في مراحل تنقل الحجاج بين المشاعر وأداء مناسكهم بأمن وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية. ورصدت عدسات المصورين التزاما لافتا من حجاج بيت الله الحرام بالإجراءات الوقائية المصاحبة لبروتوكولات الحج الاستثنائي لهذا العام، فيما أكدت وزارة الصحة خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس كورونا في ثالث أيام الحج. بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحظر استخدام تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة للاشتباه في إمكان حصول عمليات تجسس عبر التطبيق لحساب الاستخبارات الصينية، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر أن شركة مايكروسوفت تجري مفاوضات لشراء تيك توك المملوكة لشركة بايدانس عملاق الإنترنت الصيني. وقالت الصحيفة أن قناة فوكس نيوز أو فوكس بيزنس الأمريكية كانت أول من كشف النقاب عن مفاوضات بين مايكروسوفت وتيك توك الجمعة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه مماثلي الرابطة الوطنية لأجهزة الشرطة في البيت الأبيض أن الوضع في شيكاغو أسوأ بكثير من أفغانستان، والمدن التي تدار بصورة جيدة هي مدن مؤيدة للحزب الجمهوري إلى حد كبير. وركز على أن القوات الفيدرالية سترد بقوة صارمة للغاية ضد المتظاهرين في بورتلاند إن لزم الأمر.
ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.